بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا على هدى الحبيب. كل عام وانتم بألف خير وسعادة. رمضان قرب، جربت تقرب؟ جربت من أهلك تتودد؟ ما هو أصله يا أهلك يا تهلك. جربت تشتري خاطر ورضا والدتك ووالدك؟ طب جربت خصامك بين أهلك وناسك ما يعديش ال3 أيام وتجري انت تبادر بالصلح والسلام؟ جربت تستغل كل فرصة وكل ضحكة وكل وقت جميل وسط أهلك وناسك قبل صحابك؟ خيركم خيركم لأهلي، وخلينا أقول والأقربون أولى بالمعروف، والمعروف كل ما هو خير وجميل في قلبك الأولى به أهلك. جربت تعدي الخلاف والمشاكل والمنازعات وترمي كل ده ورا ظهرك علشان بس باقي على صلة رحمك ورضا ربك؟ ما هو دينك ورسولك عليه الصلاة والسلام هو اللي وصاك على صلة الأرحام. موضوع حلقتنا النهاردة عن صلة الرحم، معناها وفضلها وحكم من قاطع صلة الأرحام. انتظروني بعد الفاصل مع الشيخ الفاضل محمد حمودة. فاصل قصير ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية. خلونا نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور محمد حمودة، عالم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وكذلك فريق عمل البرنامج. شكرا لحضرتك أستاذ محمد حمودة. حابين نبدأ مع حضرتك كده في البداية نعرف معنى صلة الرحم وفضلها. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه واتبع ملته إلى يوم أن يلقاه، فإذا ما قابل النبي في الجنة التزمه وحيه. أجدد لك التحية وأقول إن من أمراض العصر الحديث نظر لاتساع المدنية واستغناء الناس بعضهم عن بعض، فمن الأمراض السائرة وهي مرض من أمراض القلوب. ومعروف أن أمراض الإنسان التي يصاب بها إما أمراض أبدان أو أمراض في القلوب. أمراض الأبدان سهل أن تذهبي إذا تحركت بطن الإنسان وجاءه وجع أو أصابه ألم، فلا يذهب إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة، ولكن يذهب إلى طبيب البطن. وإذا ما تألم الإنسان في عصبه ذهب إلى طبيب المخ والأعصاب، وهكذا دواليك في سائر الأمراض. أما الأمراض أمراض القلوب فهي صعب اكتشافها، وغالبا صاحبها لا يستشعرها، وعلاجها للأسف عند الإنسان نفسه، هو الطبيب وهو المريض في نفس الوقت. أمثال أمراض القلوب عندنا كمرض الحسد، كمرض الغل، كمرض الحقد، كمرض النفاق، كمرض الكذب، كمرض النميمة، كالغيبة، كل هذه أمراض. من الأمراض التي طرأت حديثة ولم تكن موجودة قبل ذلك هو مرض خطير وهو قطيعة الأرحام، لأن الناس الدنيا مالها كثير، الآن المال كثر، والملهيات التي تساعد الإنسان على عدم الزيارة وقطيعة الأرحام كثيرة. فالإنسان إذا ما جلس على فيديوهات اليوتيوب أو جلس مع أصدقائه على الفيسبوك لا ينتهي إلا وقد قضى من عمره ساعات طويلة. لو أنه كان متفرغا لفكر في زيارة أبيه أو أمه أو أخيه أو خاله وعمه أو القرابة البعيدة أو القرابة القريبة. فصلة الأرحام هي أو قطيعة الأرحام هي من الأمراض السائرة الآن في بلادنا، وهي غريبة علينا، لم تكن موجودة في صدر الإسلام ولا في الجاهلية حتى في الجاهلية كانت صلة الأرحام خطيرة، وكان الرحم له مكانة كبيرة. فأنت تعلمين الصراعات القبلية التي كانت موجودة ما بين القبائل، ما هي إلا نوع من الغيرة الشديدة على الأرحام عندما يعتدى على امرأة، عندما يعتدى على رجل، فكانت تقوم السائرة بينهم وتسل السيوف وتقام المعارك التي استمرت بين عبس وزبيان وبين الأوس والخزرج
وبين هذه القبائل العربية استمرت ما يزيد عن 300 سنة من أجل الحفاظ على كرامة الأرحام. فصلة الأرحام هي أن يكون الإنسان على ود قلبي وبدني بمن كان صاحب رحم معه، وقطيعتها هو أن يفوت اليوم واليومين واليومان والثلاثة أيام والشهر والشهران والسنة والسنتان، بل يفوت العمر ويموت الإنسان في شقة وحيدا ولا يعرف الناس أنه مات إلا بعد أن تظهر له رائحة، ويأتي أصحاب الأرحام ليشيعون الجنازة متأففين ومتعجلين. هل فعلا يا دكتور أعمال قاطع الرحم لا تعرض على الله؟ الحقيقة أنه ما من عمل إلا ويعرض على الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. فالآية تجب أي قول، الآية واضحة: لا تخفى منكم خافية، أي أن الإنسان كل أعماله صغيرة أو كبيرة، سرية أو علنية، قصدها حسن أم قصدها سيء، ستعرض على الله. ولكن أحسب أنك تقصدين إعراض الله عن قاطع الرحم. الله يعرض مثلا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، حتى ما يقولش فيهم كلمة طيبة يعني. فقد يكون قاطع الرحم من هؤلاء الذين سيعرض عنهم ربنا سبحانه وتعالى. وليه؟ لأنه الله قال في الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلن تكون هناك نظارة للمؤمن يوم القيامة وهو قاطع لأبويه، قاطع لأخواله، قاطع لأقاربه. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. يعني الحديث مفزع في وقتنا الحاضر، بنلاقي أكترية الناس ما يعرفوش أصلا حاجة عن أهليهم، وتعدي الأيام والسنين ما يسمعوش عنهم حاجة، وزي ما حضرتك قلت ممكن يتوفى ولا نعلم عنه شيء. ولا يدخل الجنة قاطع رحم. حضرتك احنا عندنا مشكلة حديثة في من يتعاملون مع الدين، لا تأخذ الفتوى من أهل الحديث، الفتوى تؤخذ من أهل الفقه. فأهل الحديث الحديث واضح عندهم، وزي أدي ده مثال عندك هو. لا يدخل الجنة، ولكن أحكام الإسلام عندنا أن من ارتكب كبيرة يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. يعني هو يدخل النار ولكنه لا الماء لن يكون في النار في يوم من الأيام واحد من المسلمين. كل الذين عذبوا بعد أن يأخذوا فترة العقوبة يخرجوا ويذهبوا إلى الجنة. فقاطع الرحم رغم أنه ارتكب كبيرا من الكبائر المنصوص عليها في كتاب الله وسنة نبيه، والذي أجمعت عليها الأمة أن قطيعة الأرحام هي من الكبائر، ولكن صاحبها شأنه شأن القاتل، شأن السارق، شأن السزاني، سيعذب بها، ثم بعد ذلك يعود إلى جنات النعيم في النهاية، ولكن بعد عذاب أليم هيرجع برضو في الجنة. لا خلود لمسلم في جهنم. بس هو الخسران في الدنيا، يعني ما يعرفش أي حاجة عن أهله. معقولة في إنسان في الدنيا يعيش كده بخير مش بخير؟ إزاي القلب ده، قساوة القلب دي بتكون منين أصلا؟ يعني كفى بالمرء اسما يا بنيتي، أنه كل الناس يشيرون إليه بالأصابع أنه وحش وأنه سيء الخلق. كفى بالمرء غباء أنه يقاطع من أسدى إليه معروفا. يعني معلوم أختنا الكريمة وبنتنا العزيزة، معلوم أنه ليس هناك صاحب عطاء مثل الأم. وليس هناك صاحب عطاء لا ينافس الأم والأب في العطاء أحد من الناس مهما كان. عذرا فضيلة الشيخ، معنا سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا فندم. نسمعك يا أستاذة، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، عايز أسألك سؤال. تفضلي. أنا مرات أخويا شتمت أمي وهنتها وهزقتها كتير، ماشي؟ نعم. ودلوقتي إحنا ما بنتكلمهاش، ده حرام ولا حلال؟ حاضر. تمام يا حبيبتي. تابع الإجابة من فضيلتك، اتفضل يا شيخ.
طبعا حضرات السادة المشاهدين الكرام تعلمون النزاع البغيض الموجود بين الأم البديلة اللي ستيب ماذر وبين الكنة. الكنة عندنا دي اللفظ العربي الاسم لزوجة الاب، فهي تسمى كنة. فمعلوم ان احنا عندنا افلامنا ومسلسلاتنا صنعت عداوة بين الحما وبين زوجة الاب، كامثال مثلا استاذنا رحمة الله عليه الاستاذ المرحوم اسماعيل ياسين، لما عندكم الفيلم الشهير بتاعه حماتي قنبلة ذرية، وكذلك افلام التي تسيء الى الحموات، والسيدة مريم منيب ايضا لما كانت بتقوم بدور الحما الفجة. فتأصل في أذهان الناس الآن العداوة بين الكنة اللي هي زوجة الابن وبين الحما، وهذه عداوة بغيضة. والحما بمنزلة الأم، بمنزلة الأم، بل قد تتفوق عليها أحيانا، لأن الأم عندها أسباب الرعاية والعناية ببنتها لأنها بنتها. والله أوصى الرجال والنساء بأن يراعوا أبنائهم وبناتهم، ولكن الحما تعطي بلا ولكن ايضا لكي نكون منصفين، عندنا برضو في بعض الحموات صعب. نعم. فيا استاذه، اذا كانت خصومتكم لزوجه اخيك من باب العقوبه الوقتيه فهي مباحه، من باب التعنيف، من باب احنا عندنا باب في الشرع اسمه الزجر بالهجر، يعني انا مش عايز اضرب ولا عايز اشتم، ولكن ببعد عنك عشان تحس باللي انت عملته. إذا كانت الخصومة اللي بينكم وبينها زجرا فهذا مباح، أما إذا كانت هجر أبدي بعد أن اعتذرت وبعد أن توددت إليكم فهذا لا يجوز، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طب يا دكتور، نقول إيه لزوج بيقطع زوجته عن أهلها لأيا كان الأسباب؟ أولا هذا لا يجوز. معلوم يا أستاذة في فقهنا أن الزوجة لها يوم، واليوم عندنا معروف أنه 24 ساعة، ولكن بعض الفقهاء اختلفوا في الليل وقالوا أنها لابد أن تبيت في فراشه ليلا ولا تزور أهلها إلا نهارا. فالمرأة كما قرر فقهاء الشريعة عندنا عند المسلمين يعني أجازوا للمرأة أن تذهب إلى أهلها لودهم وصلة أرحامها يوم في الأسبوع، يوم رفض في الأسبوع، رفض. ولو هذا لا طاعة له في ذلك، زرتي أهلك هتحصل مشكلة وهطلقك وهطردك بره البيت، تحصل مشكلة وتروح برضو. هذه فريضة، مع أن طاعة الزوج واجبة. وطاعة الوالدين أوجب. يا الله، طاعة الوالدين في عندنا طاعة وجوب، وطاعة الوالدين في المعروف. نعم. أما لو هم أرادوا أن يفسدوا عليها حياتها، إحنا يا جماعة مش عايزين كل ما يطفح إلى الذهن نقوله الناس، يقولوا طاعة الزوج واجبة. وأكيد حضرتك لو أنا سكت هتضربي لي المثل الست اللي أبوها مات، وهذا لم يكن تصرف نبوي. نعم، وما راحتش طبعا، وما راحتش العادة، ده مش تصرف نبوي لا يقاس عليه. ما سيدنا أبو بكر كان بيتوضى لحد كتفه. نعم. هذا لا يقاس عليه، لا يقاس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة والقدوة الحسنة في رسول الله. فصلة الأرحام واجبة، وصلى الله وسلم على من كان يذهب إلى ابنته السيدة فاطمة الزهراء يوميا يذهب إليها ويذكرها الصلاة الصلاة يا فاطمة، الصلاة الصلاة يا فاطمة، الصلاة الصلاة يا فاطمة. فالأزواج العقد اللي بينهم وبين زوجاتهم مش عقد عبودية ولا عقد خدمة، لا لا حقيقي، ده عقد زواج. لا، بيتصرفوا على هذا النطاق. أعرف أنا أعرف فعل العوام وأخطاء العوام لا تلزمني، لا، رأي الشرع هو الذي يلزمهم. زيارة الأبوين وصلة المرأة المتزوجة، عشان نبقى واضحين، وصلة المرأة المتزوجة فريضة. فريضة ربنا سبحانه. الزوج اللي يقول لمراته ما تروحيش لأبوك وأمك يوم واحد في الأسبوع، تقول له لا، الله قال وبالوالدين إحسانا. وزي ما هو بيصل أمه ويجلس معه ويصل أبيه، فكذلك واجب عليها. ولا تمنع المرأة، لا تمنع، ومن منعها فهو قاطع رحم وهو آثم يعاقب على ذلك يوم القيامة. طب وهي؟ نعم، هتتحاسب؟ هي دلوقتي خلاص سمعت كلام زوجها، كانت راضية،
الإنسان لا يحاسب يا بنيتي إلا إذا كان راضيا بالفعل، أما إلا ما اضطررتم إليه فمن كان مضطرا فلا حساب عليه. دي اضطرار، جوزها مضطرها، يمكن اضطرها بالقوة، يستخدم معها العنف، عندها آليات مثلا إن هي رجحت مصلحة أولادها، لو تركت أولادها وعندها مدارس لضاعوا أو الأولاد صغار، أو لا يستطيع أبوها إذا ما ذهبت إليه أن يكفلها هي وأولادها، لا يستطيع. فهي تقدر الأمور بقدر، نحن نقول الحكم الشرعي ولكن على الإنسان أن يقدر الأمور بقدرها. أنتم تقدر يعني ليس من رأى كمن سمع. فإحنا بنسمع السؤال، ولكن الأخت الكريمة اللي وقع في هذا هي موجودة وعارفة أخلاق الزوج وعارفة عارفة كيف تصرف نفسها يا بنتي. معنا اتصال، أهلا نور. أهلا نور. عليكم السلام حبيبتي. عليكم السلام، سامعينك. اتفضلي يا حبيبتي معاكي. سامعينك. هو أنا عايزة أسأل بس إن في يعني أنا كنت متجوزة وكده في دائرة وكده، كنت لابستهم وبندرة وبتبهدل وكده ومبقولش لأهلي، وكنت في كروشينة أقعد شوية ورا عايز كده شوية عشان حد يدخلني. حقيقي سؤالك مش واضح، وضحي صوتك يا نور عشان نسمعك يا حبيبتي. بقول لحضرتك أنا كنت يعني أنا متجوزة وكده، وكنت بنضرب وبنشتم وكده، ممكن يكرشيني بره ان انا اروح، ما برضاش اروح عشان لو روحت لابويا مش هقدر اروح للجيش وكده. ماشي، فهم يعني ايه يعني معامله يعني قاسيه بمعنى اصح وكده. فانا عايزه اسال حاجه، سؤال واحد بس. اتفضل. انا دلوقتي هم كرشونا في البيت وكده وقاعده بالايجار، جارنا كنت كانوا يكرشونا وكده وما بنقدرش نطلع، بنلم عندنا ومش عارفه ايه، ونقعد في الشقه يوم ولا حاجه، عملتنا كده وفي الاخر ايه الدنيا ترجع لمجاريها، احنا اصبح ومس وكده والحاجات دي تبقى عادي يعني. فتجي في يوم وكده قالوا لا لو سبتها بتكون شرط برضه. المهم دورت على السكر وكده وبعمل بالايجار دلوقتي، عايزه اساله واود وبعرفهم عادي كده، بس انا عايزه اساله بحد بس يعني. اتفضل. هو انا حرام عليا ان انا سبت البيت وطلعت وخدت اولادي وطلعت وقعدت بالايجار ولا ايه؟ تمام. اسمعيني، هي بتقول ان زوجها ضربها وهي كانت خرجت، فهي بتقول هل تحاسب ان هي سابت البيت وخدت اولادها رغم شتمته ليها اقول للزوجات لا ترضين بالاهانه. الاسلام لم يشرع الزواج لترضى المراه بالاهانه وتقبل الضرب. احنا عندنا الضرب منه ما هو مباح وهو نادر جدا، والضرب الثاني هو الضرب المحرم. ليس كل ضرب للمرأة مباح يا سادة يا كرام. المشاهدات التي يسمعنني الآن من فضلك اعرفي حقوقك علشان ما يبقاش مصيرك زي مصير نور كده، خدت ولادها وطفشت بيهم وقاعدة لا أهلها سكنوها معاهم، ولا هذا الزوج المسيء استطاع أن يحافظ على بيته وأولاده وعلى زوجته. الضرب عندنا في الشرع هو وسيلة تأنيب لا وسيلة تعذيب. أعيد الكلام ده تاني. الضرب في شريعة الإسلام هو وسيلة تأنيب. يعني إيه تأنيب؟ يعني بنضرب بحاجة لا تترك أثرا. نعم. المرأة التي تضرب وضرب جوزها يترك أثر، يعني ضرب أولا عندنا برضو الضرب محرم على الوجه للإنسان والحيوان. أعيد الكلام ده تاني. الضرب في شريعة الإسلام محرم، حرام زي أي حرام، محرم أن يضرب الإنسان زوجته، ولده، ابنته، تلميذه، عامله، خادمه، لا يجوز الضرب على الوجه. ومن ضرب إنسانا على وجهه فقد تعدى على ربنا ذي الجلال والإكرام. دي هذه واحدة. طيب نيجي بعد كده الضرب الغير مباح من الزوج لزوجته، الضرب الذي يترك آثرا. يعني لو ضربها بعصاية وترك آثر هذا ضرب محرم. وإذا ضربها بإيده ونتج عنها سقوط سنة أو انكسار أنف أو مسكها من شعرها زي بعض المجانين هؤلاء،
مسكها من شعرها وزي ما بيقولوا بتعبيرهم السيء، ومسح بها بلاط الشقة. يا الله. أو هؤلاء الأزواج المجانين الذين لا يحق لهم أن يدخلوا إلى عالم الزوجية الحصين، عالم الزوجية الشريف، في مجانين كتير. هذا الزوج الذي يطرد زوجته ويوقفه على باب الشقة تتزلل لأنه أخرجها عارية بقميص حجرة النوم. فهؤلاء دول عالة على الإسلام وعار على الإنسانية. رب العباد سبحانه وتعالى قال في الآية اللي هم بيزينوا بها الجوابات بتاعتهم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مش مصارع روماني، مش ملاكمة، أنت مش محمد علي وهي مش عارف مين، ولو محمد تقعد علي برضه تقعد تلاعب ملاكمة مع الزوجة. الزوجة عندها مجموعة مخاوف، لو أن الرجل أمنها هي خائفة على ماله أن يتزوج به، خائفة أن يعمل علاقات، عليه أن يطمئنها من هذه الجهة، يقول لها تفضلي آدي المال أهو، ده ميزانية البيت هنصرف منه، عايزين نخلي حاجة للطوارئ. ثم إذا خرج إذا جت تفتش في موبايله، لا عيب تفضلي الموبايل أهو، يفتح لها هو يوريها. رغم أن لا تجسسه، يعني ما ينفعش أن هي برضو تشوف حاجة خاصة بيه. بنياتي الحزيزة، هناك فرق بين التجسس والتحسس. بيضحكوا عليكم كتير، بيضحكوا على الستات. خصوصيتي ما ينفعش هذه ليست خصوصية في اللي مالكيش فيه. يا استاذ انا لو دخلت على ابني اللي ماسك الموبايل ومسكت الموبايل بتاعه، لا، انا ليا دور في الحياه ان اتحسسه. سيدنا عمر لما كان بيمشي على البيوت ويرمي ودنه على البيوت، كان بيتجسس ولا بيتحسس؟ نعم. تعرفي الفرق بين التجسس والتحسس ازاي؟ التجسس يأتي بعده شر، والتحسس يأتي بعده خير. لو أنا اتجسست فإيه فتحصل بقى إيه حاجة بقى مصيبة. خلاص بقى. أنا بتجسس عليك عشان أخد أسرارك وابتدي أشتغل بيه، أضرك بيها. أما التحسس، جوزك بيتحسس، جوزك قاعد مثلا لظرف، أنت عندك ولادة، عندك حاجة، فهو نايم في أوضة وأنت نايمة في الأوضة بتاعتك، فقام الساعة 2 بالليل عشان يشوف اللحاف عليك متغطية، عشان يشوفك مقلوبة على الولد وانت بترضعيه، هتموتيه ولا تعملي ايه؟ فهذا يسمى تحسس. نعم. التجسس والتحسس شتان، التحسس لا يأتي إلا بخير. ولذلك سيدنا عمر عندما كان يمر وتلاقى الست بنت بياعة اللبن، ست ده كان متجسس، ست بنت شريفة، بنت طيبة، بنت كريمة، أمها ضعفت دينيا وقالت لها طيب اللبن قليل النهاردة، هات لنا كوبايتين مية عشان نزود اللبن ونبيع لبن مغشوش. فقالت لها يعني عمر ومش عمر، يعني أخفضي صوتك لكي لا يسمعنا عمر. قالت لها إن رب عمر يرانا ويسمعنا. فإذا هناك فرق، بيضحكوا علينا كده ببعض الرجالة أذكياء فعلا. يعني تلاقيه عامل المصيبة وتلاقيه يقول لك إيه، لا أنت مالكيش دعوة، ما تتدخليش، خليكي بحالك. لا علي أن أدافع على المرأة. ودايما بيقول إيه، أنت ليكي إن أنا بصرف عليكي ومش مخليكي محتاجة حاجة، فأعمل اللي أعمله، أروح وأجي. فطبعا ظلم، ظلم للمرأة. هذا لو أن الناس أقاموا بيوتهم على شريعة الله لعرف كل واحد منهم حقه. صح. أما إحنا خلاص يا أستاذة، إحنا بالله عليك يعني أنا لا أعلم يعني أنت متجوزة ولا مخطوبة، يعني أنت فتشت في أخلاق الراجل، حد قال ده بيشرب سجاير ولا ما بيشربش؟ حد قال الولد اللي جاي للبنت ده حشاش ولا متحش؟ حد قال الولد ده النهارده بنقول الولد ده حلو خالص، يقول حلو ليه؟ يقول ده ما بيكلمش امه، ده متجنب امه وابوه. او مثلا دمه متوفيه وملوش اخوات بنات، فده كويس، يبقى خلاص توافق. بصي رب العباد احيانا يسلمنا الحيطه سد، مش انت مش عايزه امه موجوده وفرحانه ان امه متوفيه، هيوريك العذاب. ولو ان امه قد وجدت يمكن قد حلت المشكلة اللي بينك وبينه. فما على المرأة أن تتحسس تليفون زوجها لكي ترى، لأن البيت لما يخرب بيخرب عليها. وعلى الرجل أن يتحسس تليفون زوجته، هذا يسمى تحسس، لأن كل واحد له ولاية شرعية على الثاني. دي ولاية شرعية. أنا استنى لما يقعد يعمل مجموعة علاقات وبعدين يا إما أن يمارس معهم الرذيلة، وأنت تعلمي أن ممارسة الرذيلة المتعددة تجلب الأمراض للمرأة الأصيلة. نعم. يعني يروح مع الساقطات، يروح مع المغضبات لربنا، وبعدين يجي للحلال يبهدله صحيا. هذا يسمى تحسس. فأنا أقول
على كل رجل أن يتحسس تليفون زوجته ومحيطها ليضيق عليها مجاري والعكس الشيطان، والعكس صحيح، والعكس المرأة أيضا. والعكس أيضا، وعلى المرأة أن تتحسس. ليه؟ قد ترى منه انصراف عنها بسبب أنها ما بتعرفش تلبس، تلحق نفسها، ما بتعرفش تتكلم، تلحق نفسها. أما أن كل واحد قاعد تليفون الواحد، وعلى الآباء، الآباء اللي يقولوا ده ولد وله خصوصية. خصوصية إيه؟ أنا مسؤول عن ولدي، أنا مسؤول عن تليفونه، مسؤول عن حياته، مسؤول عن كل ما يتعلق به، سأسأل عنه يوم القيامة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس قوا أنفسكم وما مسكتش ربنا، قال وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بنلاقي يا دكتور أب وأم انفصلوا وبينهم أبناء، ممكن بنلاقي في الحالة دي إن الأم بتمنع أولادها إن هم يزوروا أبوهم، والعكس برضه، يعني لو الأبناء مع الأب، الأب يقول لك لأ من هنا ورايح أنت مامتك اتوفت مالكش أم. إيه وضع الأبناء في الحالة دي؟ وإيه وضع، نقول إيه للآباء اللي زي كده؟ والله لو أن هؤلاء رأوا قطة وطفل بياخد ولادها بيبعدهم عنها لانفطر قلبه، هتخربشه القطة لم يعني. لا خليه، القطة هتستسلم وهو هياخدهم الولد. سيب يا ولد القطة، القطط الصغيرة لأمهم ترضعهم. لو أن الناس في عالم الريف عندنا، وهذا الأمر منتشر بينهم، لو أنه فلاح فصل عجل عن أمه في أول الولادة لاتهموه كلهم بالجحود والكفران وقسوة القلب. من هذا رب العباد سبحانه وتعالى أمرنا بعشرتين، حال العيشة مع بعض وعاشرهن بالمعروف، وحال الفراق أنه فارق بالمعروف. أنا خلاص بص يا بنتي، هذا الصحابي الجميل الذي مر على أصحابه فلم يجلس معهم فنادوا عليه إلى أين تذهب؟ قال لهم ذاهب لأطلق زوجتي، أنا رايح أطلق زوجتي. فقالوا له لماذا تطلقها؟ ليه؟ وحشة؟ ما بتطبخش كويس؟ ما بتكولكش الهدوم؟ ما بتعملكش حاجة؟ بتشتمك؟ قال لهم من العار أن أتكلم على زوجتي أمامكم. إيه الرجالة دي؟ هو في رجالة زي الصحابة؟ الرجالة ماتت خلاص. فبص، فطلق زوجته وجاء، طلق زوجته وعاد إليهم وهم في نفس المجلس. فقالوا له يا فلان طلقتها؟ قال نعم. قال لما قالوا لماذا طلقتها؟ قال من العار أن أتكلم على زوجتي غيري. خلاص ناقصلها 3 أشهر بتوع العدة وهتبقى مرات غيري، أتكلم على مرات غيري ليه؟ احنا مرأنا على النميمة والغيبة ولساننا، وهل يكب الناس على مناخيرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ شغالين شغالين، ده احنا جالنا مصيبة كبيرة وهي الفيس، مش مبطلين حتى كتابة. الإنسان بقى الأول كان يشهد عليه لسانه، دلوقتي بقى يشهد عليه مين؟ صفحته، يشهد عليه صفحته المنيلة اللي فيها بلاوي، سب في هذا وخوض في عرض هذا وتأليب الناس على دولتهم وإقامة العداوة بين الأحزاب والجماعات، وده يشتم ده وده يشتم ده، وقطيعة قطيعة عامة. وبعدين لما يتكلم علماء الدين يلامنا، هذا 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 فحش عظيم. فيجب على الأخ الذي لم تستمر حياته الزوجية وله من طليقته أولاد، عليه أن يستمع إلى كلام الرحمن وأن يعرض عن وسوسة الشيطان. الشيطان بيقول له لا ده شتمتك، ده الشيطان بيقول له لا الحكاية لا الرواية. لا، عليه أن يستمع إلى كلام ربنا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وعلى الزوجة الجميلة، الزوجة المحترمة، ساعة ما تتطلق ايه ايه حكايه الرؤيه البايخه؟ يقول الرؤيه في النادي، الرؤيه في الشارع، الرؤيه باتفاق، وبعد الرؤيه في الجنينه، الرؤيه في وجود الاخصائيه الاجتماعيه. هذا 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 هراء. انظري يا بنتي، ما الذي اعجب السيده خديجه في رسول الله؟ السيده خديجه كده لما قيمت النبي، وكان لسه ما فيش نبوه، لما قيمت النبي كده وعايزه تتجوز واحد، يعني كان صادق امين. لا لا، شوفي هي حيسات، انت قلت صادق امين، هي اللي قالت بقى، هي قالت ايه اللي عجبني في رسول الله؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها زملوني زملوني، غطوني، هاتوا غطا غطوني، الجو برد. فقالت له والله لا يخزيك الله ابدا. ايه بقى؟ ايه الميزات اللي شايفاها الست في جوزها؟ اول حاجه قالت له ايه انت عارفه؟ قالت له إنك لتصل الرحم.
النكهة ايه؟ لا تصل الرحم. اول حاجه عجباها في النكهة بتقول له ده انا اللي عاجبني فيك واللي ربنا هيكافئك بيه ومش هي مش هيسيبك ابدا وهيساندك انك بتصل الرحم. سيدنا ابو بكر الصديق لما اطرد من مكه قابله رجل يسمى ابن الداغنه، فانت رايح فين يا ابو بكر؟ قال له اهل مكه طردوني. قال والله ما مثلك يطرد، انك لتصل الرحم برضه. سبحان الله، شوفي الجماعه الكفره عباد الاصنام اللي كان بيعمل اله عجوه ولما يجوع ياكلوا، الجماعه اللي كانوا بيقتلوا اولادهم رجعوا ابو بكر من السفر وقالوا له لا لا، ده انت الوحيد اللي بتمد ارحامك اذا كانوا محتاجين بفلوس، اذا كانوا مش عارف ايه. هذا الزمن، عارف الزمن ده كل اسئله الناس يا بنتي في يقولوا يستحق على اخويا الزكاه ولا ما يستحقش. هو محتاج ولا ما يحتاجش؟ لا لا، ده ذل، عايز يدي اخوه الزكاه عشان يذله، عايز يدي عمه الزكاه عشان يذله. اقول له لا يا بايخ، اخوك ما يستحقش الزكاه، اخوك ياخد من غير ال 2.5%، ال 2.5% دول بتوع الفقراء، اما مالك انت لو اخوك احتاجه بالكامل ياخده، ابوك لو احتاج مالك بالكامل ياخده، اما انت تيجي تاخد 98 ولا 97.5 ولا تاخد 97.5 وال 2.5% التانيين مش عايز تديهم لفقراء المسلمين، عايزين تديهم لاخوك. فانا يا بنتي كما قلت لك في بدايه الحلقه، ابتلينا بقطيعه الارحام، والناس الان مستغنيه بعضها عن بعض، كله بقى في غنى عن الثاني، ونسال الله. ولذلك العقوبات التي ياتي بها ربنا سبحانه وتعالى هي انذار شديد للناس ان يتوبوا مما هم فيه. في دكتور ابناء، يعني اقصد اباء، بيمنعوا ابنائهم من زياره اهلهم، يقول لك لا ما تروحش تزور عمتك، لا ما تزورش خالتك، لاسباب شخصيه ليهم هم، مشاكل بقى من سنين. ايه الوضع ده؟ ازاي اصلا يفرضوا على ابنائهم حاجه زي كده؟ هذه كبيره، هي نفس الكبيره التي نتكلم فيها، هي كبيره قطيعه الارحام. وخدي بقى، يعني انت سالتيني في ديه، طب الأسوأ حالا والذي سيعاقب عقابا شديدا اللي لما يموت يقول له، وهو في مرض الموت يقول لهم يوم مت عمكم ما يمشيش في جنازتي. ده ميت مصر على قطيعه الايه؟ مصر. طب لو الابن زار، يعني هو دلوقتي هيبقى عليه اسم؟ لا خالص، لا طاعة لمخلوق مهما كان في معصية الخالق. ونفس الحالة برضو الزوج، يعني ممكن انها تزور اهلها من ورا زوجها؟ طبعا خلاص، رب العباد يسر، تزورهم على سكايب، تزورهم على ماسنجر، يعني اتصال بالتليفون، تزور. بصي الزيارات الان زيارة كورونا، يعني الان الناس بيتزوروا ازاي؟ خلاص خايفين فبيتزوروا عبر وسائل التواصل الحميدة. يعني ايه الصور المتعددة لصلة الرحم؟ صلة الأرحام لا حدود له. رقم واحد، أن نزورهم في مواسم الطاعة. تعود الناس وتعودنا من آبائنا وأصولنا أن في مواسم طاعة الناس تتزاور في الأعياد، لأنها أيام بر وأيام بركة، والإنسان في الأعياد يحب أن يكون حوله أحبابه وأصحابه وأقرباؤه. ففي مواسم الطاعة وعند المرض، عندما يمرض الإنسان من أقاربنا علينا أن نلتصق به، وعلينا أن نرى مصلحته، إذا كانت مصلحته في طعام في شراب، إذا كانت مصلحته أن نكون بجواره من أجل إعطاء الدواء أو تحريكه أو غير ذلك، فساعتها الزيارة موجودة. كذلك أيضا في الأفراح والأحزان، فإذا كان أقرباؤنا وذوي أرحامنا عندهم فرح فعلينا أن نذهب إليه، حتى لو كان في بعض التجاوزات. كنت لسه هسألك، حتى لو في بعض الإثم، يعني أغاني رأس. خلاص، يعني بص يا أستاذة، قد يغلق الإنسان على نفسه حجرة وحب الأغاني في صدره. لا ينفك. ما الإنسان بيخش الحمام ويدندن، وقد يعيش الإنسان في مسرح كبير وهو مش مستوعب أي حاجة. الإعراض يا بنتي مش إعراض بدني، الإعراض إعراض قلبي. أما تري لو أنك قاعدة مع واحد كده، أخوك أو عمك، وبعدين أنت عمالة تتكلمي وهو مبرق لك وبصص لك قوي، وبعدين ما فيش انفعالات، ما بيردش عليك، تقول أنت سارح فين؟ طب ما هو قاعد معاك اهو، يعني هو قاعد بجسده بس هو عقله وقلبه وبعدين مش حاضرين. خمس دقايق واقول لهم عفوا، عندي عمل، عندي اي حاجه، ولكن علينا ان نذهب ولا نقطع مع بعض التجاوز عن بعض الامور،
لانني لست سببها، مش انا اللي جبت اللي بيغني، مش انا اللي جبت اللي بيرقص، مش انا اللي جبت اللي بيخبط او اللي بيشرب كيت وكيت، مش انا اللي جبتهم. اصل في اشخاص لا يقول لك انا مش هروح، انا مش هغضب ربنا ومش ويزعل اخته اخوه او ايا يكن. ده متنطع ولا فقه عند المتنطع. سبحانك. المتنطع لا فقه له. النبي صلى الله عليه عليه افضل وسلم الصلاه كان والسلام. يغشى الناس في مجالسهم وهي مجالس كفر عشان يقول لهم النصيحه. نعم ويمكن وجودي انا محمد في مكان ما يقلل المصايب ويقلل البلوى، نعم يقول له اعمل حساب الشيخ يا اخي، اعمل حساب هذا الرجل التقي الجالس. فعلينا الا نقطع ارحامنا حتى ولو كانت ارحاما كافره. يا الله. انت بتقولي اغاني. السيده اسماء عندما جاءت انتفعنا. لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له ان امي مشركه افاصلها، قال لها صلي امك يا اسماء، صلي امك يا اسماء، صلي امك يا اسماء. فاذا كانت صله الام والاب الكافر واجبه، فصله المسلم العاصي واجبه ايضا. مين اللي واجب عليا دكتور صله الارحام تدريجيا كده؟ الاصغر للاكبر والسليم للمريض. يعني الصغير قبل الكبير والسليم قبل المريض. السليم حضرتك الصغير هو صلة الأرحام فيه أوجب، عليه أن يتودد لكبيره إذا كان أبا أو كان جدا أو كان خالا أو كان عما. ليه؟ لأنه كبير السن، الخال دائما ما يكون كبير السن في معظم الأحيان، والجد والأب يبقوا كبار السن، فكبار السن هؤلاء عندهم ثقل في الحركة وعندهم مشاغل أكثر. فعلى الولد الصغير أن يداوم الزيارات لخاله، أن يداومها لعمه، أن يداومها. طب وابن الخال وابن العم؟ من كان مكافئا له فالأمر يستوي بين الطرفين. أما من زاد لانشغاله، يعني عنده مثلا ابن عمه أحد الساسة الكبار، أحد مثلا الضباط الكبار، أحد القضاة الكبار، أحد العمد الكبار، أحد الأطباء الكبار، أحد المحاسبين الكبار، نعم. فعنده وقته صعب أن يسيب مكتبه ويسيب أعماله. فهو إن مر بمكان له قريب فيه فليدخل ويسلم عليه ثم يذهب إلى حاله. نقول إيه يا دكتور للجفاء؟ إن أنا ممكن أجي مثلا أزور حد قريبي يعاملني معاملة وحشة، مش حابب وجودي أو مش حابب اتصالي، نرد بإيه؟ أو أنا مثلا لو لقيت إن المكالمة مش مرغوب فيها هقول خلاص أدعي له بالخير ومش هرجع لاتصال تاني. ايه اللي مش عاجبك في الكلام ده؟ يعني كان سؤال كويس. مفاجئ يعني. ايه اللي مش عاجبك؟ ان في ناس تقول لك ايه لا لازم تتصل لا ولازم. انت اللي اقصده، عشان بس ايه يعني يبدو ان انت لم تفهمي قصدي. ايه اللي مش عاجبك في الكلام ده؟ ان هو بيصدك وانت عايزه تصديه، يبقى واحد واحد. ان هو بيرد عليكي في المكالمه مش حلو وانت عايزه تتعاملي كده، يبقى واحد واحد. لا انت واخده حسنه ولا مع ولا ان انا واخد اقبلت على اتصال بيه. يعني انا قلت هتصل خلاص على رغم معاملته اللي مليانه جفاء او مش مرغوب فيها، خلاص هرجع صلى على برضه سيدك النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حد صلى من المشاهدين ولا ملحومين في الفسيخ؟ عليه افضل الصلاه والسلام. فاليوم يوم الفسيخ، ولو ضربتني في راسي بألف فسيخ ما اكلت الفسيخ. بص يا بنتي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها ووضح. جاءه رجل وقال له يا رسول الله لي أقرب. واضحة دي؟ واضحة. وأنت المشاهد الأول واضحة. عشان نعرف إن المشاهدين عارفين. واضحة لي إيه؟ أقرباء. وقرابتك يا إما قرابة أصول أو قرابة فروع أو قرابة حواشي. الجديد عليك كلمة حواشي. حواشي اللي هم أعمامك وولاد أعمامك، دول بيسموهم في المواريث عندنا بيسموهم الحواشي. يبقى أنت لك قرابة من ست جهات. الجهة الأولى اللي هي الأصول، أبوك جدك. الجهة الثانية اللي هي الفروع، ابنك وابن ابنك. الجهة الثالثة اللي هي الأخوة، أخوك وابن أخوك. الجهة الرابعة اللي هي الحواشي اللي عمك وابن عمك. الجهة الخامسة اللي هي الزوجية. الجهة السادسة لو عندك عبد ولا لك قرايب غير كده بقى غير أصحابك. تمام كده؟ تمام. طيب واحد بقى جه قال له الجماعة دول لي أقرباء. بص خدي بالك الراجل الصبور ده ما قالوش لي قريب، قال له لي إيه؟ يعني كتير أقرباء. ده كل العيلة مطلعة عنيه. ايه الجمال بتاع الراجل ده؟ ولكنهم صحابه النبي مربيهم وربنا اختارهم للنبي.
الصحابه دول كده مش جايين في طالعين في البخت، ده ربنا اختارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل قال النبي بيشرح له مشكلته وبيشرح له زعله، وقال له يا رسول الله لي اقرباء اصلهم ويقطعونني. حلو الكلام. هو بيعمل ايه؟ هو بيصل، هم بيقطعوا، هم بي يعني المعامله مش بالمثل. واحسن اليهم ويسيئون الي. فاصطلين انت يعني احسن اليهم، يعني رحت له في خطوبه بنته ما جاليش في خطوبه ابنه، يعني رحت له في العيد الصغير ما جاليش في العيد الكبير، كلمته ما كلمنيش، يعني ساعدته في اليوم الفلاني وهو غادر ما ساعدنيش، يعني انا اقول له السلام عليكم يقول لي سام ما يردش السلام. صح كده؟ نعم. لي اقرباء اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي. سؤاله بقى قال له افاصلهم بعد كل البلاوي اللي بيعملوها قرايبي معايا دي، افاصلهم؟ قال له نعم صلهم، انك كلما وصلتهم كل ما تروح لهم دايما الزائر بياخد معاه ايه؟ زياره. قال له انت عارف كل ما بتروح لهم هم كارهينك، كل ما تتصل بيهم هم بيقفلوا التليفون في وشك، كانما تسفهم. تسفهم يعني يحشروا الحاجه في بقه غصب عنه، يلا السف يعني يقولوا فلان ما تسفش في الاكل. فقال له انك كلما وصلتهم كانما تسفهم المل. ايه المل بقى؟ التراب اللي في قعر جهنم. قال له كده كل ما انت رايح هم كارهين، وانت رايح لوجه الله كل ما تروح لهم كده كانك واخد لهم بدل كيس الفاكهه لا كيس تراب من رماد جهنم والعياذ بالله. فعلينا ان نصل اقربائنا حتى ولو اساءوا الينا. قال الشاعر في القول المشهور المعروف: بلدي وان جارت علي عزيزة واهلي وان ضنوا علي كرام، حتى لما يبخلوا عليا هم كرام. فاسال الله انه يبارك فيك يا بنتي. توصي بايه لشخص قاطع رحمه وسمع كلام حضرتك النهارده وحس بتأنيب ضمير، يعمل ايه؟ هو على كل مسلم ان يطبق مبادئ اسلامه. المسلم اللي موجود قدامي ما عليه الا انه يسمع كلام رب العباد سبحانه وتعالى الذي امر بالاحسان الى الاقارب وعلى راسهم الوالدين. شكرا لحضرتك استاذ الدكتور محمد حموده، اسال الله ان يرزقك الخير والسداد في القول والفعل اينما رحلت وارتحلت. ونختم الكلام يا كرام بقول خير الانام في حديث فيما معناه: رجل جاء لرسول الله يساله يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه، فقال له حبيب الله عليه الصلوات والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. صدقت يا رسول الله. ومسك الختام بسنه المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، افتح قلبك لنا ليدخل نور سنة نبينا وجرب تعيش على هدى الحبيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.